عندها تو يمكن 4 سنين بديت مخر في عمر 41 سنه هكاك معناتها عام 2011. عام 2011 حسيت وانه الجانب هذايا معناتها اهملته مده طويله برشا، فجاتني رغبه جامحه وملحه في معناتها اعاده اكتشاف نفسي واعاده معناتها البحث على ما اصبو اليه من الناحيه هذيا، فامسكت بالقلم وامسكت بالفرشات وانطلقت في العمل ولم اتوقف من وقتها. اكتشفت في نفسي واني عندي سرعه كبيره ياسر في انجاز العمل الفني، وهذا عاوني برشا، واستغليت الجانب واني انا رسام وجانب واني انا بانتر، وعملت نوع من المرياج بيني وبين الخط العربي. وانا لا ادعي واني وصلت الى ما اصبو اليه، انما انا اعتبر نفسي ديما تلميذ ديما في بصدد البحث. ومما لا شك فيه وانه الخط العربي بجميع تشكيلاته وبجميع انواعه، ولانه تم تطويره عبر قرون، ولولا مجيء الاسلام ما كان الخط، خصوصا في القرن السابع، ما كان الخط العربي تصبح والكتابه العربيه تصبح عندها ذلك الجانب الفني المبهر اللي ابهر فنانين عالميين، منهم حتى بيكاسو يقول اردت الوصول الى نقطه ما فرايت ان الخط العربي قد سبقني اليها. هو فن مر بمراحل تشكيليه متنوعه، فهمتني؟ لانه انا وقت اللي نكتب خط عباره قمت بعمل تشكيلي، ولكن معناتها الخط هذا تم امتزاجه بالعديد من الفنون الاخرى، منها الزخارف الاسلاميه، منها المنمنمات خصوصا في فارس. فلا ارى باسا ولم ارى باسا، واني انا المتاثر بالعصر الحالي، متاثر تو بالترومبلوي وبالثريدي وبالكاليغرافيتي، لما ارى ما تضيرا من انه نستعمل الخط العربي وامزج بين، خصوصا عندي موهبه الرسم وعندي موهبه التصوير وموهبه البانتور، فهمتني؟ ريت انه ما فيها باس وانه امزج بين هذه المواهب المتعدده، ولكن احرص دائما وانه يكون الخط معناتها موجود بقوه في اللوحه، معناتها ليس جزء معناتها ثانوي في اللوحه، انما هو جزء رئيسي. وهذيك التجارب الإبداعية متاع الفنان الخطاط هي تجعل من الخط عنده تلك الصلابة وتلك المتانة وتلك القوة، هذا ما أحرص عليه. صحيح فما اتجاه آخر من التقليديين الذين لا يحبذون معناتها مثل هذه الأعمال، ما يحبوهاش لأنهم يروا أنه الحرف العربي الذي معناتها نزل معناتها مرسوما من السماء في شكل القرآن الكريم، يروا أنه فيه نوع من القداسة، وأعتقد أنهم أفرطوا في هذا التحليل مع تقديري معناتها لآرائهم، وأنه فيه نوع من القداسة تجعل لا يمكن أنه فما حدود حمراء لا يمكن تجاوزها، ما يحبوش مثلا يخلطوه مع تصاوير نباتية ولا حتى تصاوير تمثل أجساد، لأنه لهنا تتضارب مع بعض الفتاوى وبعض الاعتقادات الدينية، فهمتني؟ ولكن أنا أرى شخصياً رأيي وأنه الفن هو حرية، إذا انعدمت الحرية وغابت لن يكون هناك فن. فأطلقت العنان لمخيلتي وأطلقت الحنان وتسلحت وتجنحت بالحرية، وأنا ديما كما نقول أراها وأني الكل تجارب، قد أخطأ قد أصيب، فهمتني؟ قد أوفق قد لا أوفق، ولكن المهم هو أنه كي نعمل عمل فني نحس براحة نفسية كبيرة برشا، ونحس بغبطة كبيرة وإفورية كبيرة برشا، وذيك هي السعادة بالنسبة لي أنا، والإنسان يعمل حاجة اللي هو يحبها ويلقى روحه فيها مرتاح.